كتب عليكم، هل كتب هنا بمعنى فرض، وهل الوصية واجبة؟ لا بد أن توصي، لأن الآية فيها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية. قال الجمهور من أهل العلم إن هذه الآية الكريمة منسوخة. منسوخة بماذا؟ قالوا منسوخة بآية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقيل منسوخة لأن الآية هنا فيها الوصية للوالدين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث. فقال بعض العلماء هي منسوخة بحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فاختلفوا في تعيين الناسخ بعد قولهم بالنسخ، بعد قولهم بالنسخ. وهذه الآية احتج بها بعض القائلين بالوصية الواجبة، فنقول إن الآية منسوخة، ثم إنها إذا كانت واجبة ليست واجبة على الشخص لأشخاص معينين بأسمائهم، يعني ليس فيها ذكر الأحفاد، وإن كان يحتج محتج بالأقربين، فالأقربون كثر، وما حددت أنصبة هذه الوصايا. فالجمهور على أن الآية منسوخة وليست بمحكمة لما ذكر. الوصية للوالدين منسوخة بالاتفاق، لا يصح أن توصي للوالد إلا أنك توصي له بحسن معاشرة، بكلم طيب، برعاية، باهتمام، لكن من المال قد جعل الله له حقا مقدرا في كتابه العزيز، فلا وصية له مع هذا القدر. فإذا قال شخص أنا أوصي لابني هذا بمبلغ من المال إضافة إلى ما سيرثه، نقول لا تمضى الوصية. وردت زيادة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، يعني إذا الورثة وافقوا تمضي. من ناحية الإسناد لفظة إلا أن يجيز الورثة لفظة معلولة لا تثبت، لفظة إلا أن يجيز الورثة لفظة معلولة لا تثبت، ولكن عليها العمل، إن أصحاب الحق تنازلوا بطيب نفس، ولكن القيد أن تكون الموافقة والإجازة بنفس طيبة، أن تكون الإجازة بنفس طيبة. فهذا عن نسخ الآية وعن وجوب الوصية. الوصية عموما لم تعد واجبة لأن الله أعطى كل ذي حق حقه. والوصية إن ترك الشخص خيرا كثيرا، مالا كثيرا، أما الذي يترك المال القليل فلا وصية له. هذا على فرض ثبوت الآية وأنها محكمة وليس منسوخة. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت إلا ووصيته مكتوبة عنده. فكان ابن عمر لا ينام بعد ذلك إلا إذا كتب وصيته. وفي زيادة فيها كلام وضعها تحت وسادته.